نتائج اليوم في مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. الهلال اليوم فاز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جرت على ملعب نادي الهلال في جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض. الهلال عبر الاتفاق وذهب إلى نصف النهائي وينتظر الطرف الآخر من هذه المباراة. الطرف الآخر راح يكون أبها أو الفتح. الكرة ملعوبة إلى المدافعين، تمريرة لعبت باتجاه جوفينكو، جوفينكو يمرر كرة في الجهة اليمنى إلى هتان بهبري باتجاه محمد البريك، البريك وانطلاقة وكرة عرضية، الله عرضية ممتازة من البريك، شوف الكرة ملعوبة للبريك، البريك بعرضية رائعة، أتعطى الإذن لتنفيذ الركلة، فيليب يلعب كرة والكرة في المرمى، كانت تراه بعيدا هذا الخبر في اليمين بانتظار محمد البريك. نعم الكرة إلى محمد البريك، البريك من الجهة اليمنى إلى كاريو، كاريو تمرير ناحية البريك، البريك بعرضية ملعوبة لصالح الشهري، الله الله صالح الشهري يسجل الهدف الثاني. الكرة من كاريو إلى البريك والبريك إلى الشهري وستوب.